سجون آل خليفة تعتبر مقار للتعذيب وللمعاناة للأصحاء من المعتقلين، فما بالكم بالمرضى والمعذبين داخل سجون آل خليفة. لذلك ندعو الجميع للمشاركة في الحملة التي هي بعنوان مرضى خلف القضبان في يوم السبت الساعة 9:15 مساء، لكي ندعم هؤلاء المعتقلين كل حسب استطاعته ولو بالمستوى المعنوي، وسيكون هذا له أثر كبير على نفسية المعتقلين وعلى عوائل المعتقلين، وإن شاء الله يكون هذا العمل قربة إلى الله تعالى وفيه الثواب الجزيل.